نكمل الحلقة الثانية من فهم سيكولوجية العقل العسكري وأثره التي تتدخل فيها الإطار المدني. قلنا في الحلقة الأولى أن العقل العسكري عقل صفري ينظر إلى الطرف المخالف أنه رابح أو كاسب. النقطة المهمة جدا في سيكولوجية العقل العسكري وعقل القوات المسلحة في سائر العالم بس فقط مصر، يعني هذا الكلام حاكم للعقل العسكري في الساحة العالمية والساحة العربية خصوصا، أنه في الجيوش العربية أو في الساحة العقل العسكرية لا معنى ولا يوجد معارضة. احنا دخلنا الجيش وخدمنا القوات المسلحة، ترى أن أي طرف مخالف في داخل الكتيبة العسكرية في ساحة المعركة أحيانا إذا خالف الأمر يقتل. يعني جنرال الشاذلي ذكر أن في حرب أكتوبر بعض العساكر تردد في الدخول في الحرب، فكان الأمر العسكري بقتله، ولكن فضل هو سجن وعدم قتله ولا يبدأ حرب أكتوبر بقتل بعض الجنود المصريين. فإذا العقل العسكري يعني متعود وتربى في الكليات العسكرية وفي الكليات الحربية على أنه أن لابد اتباع الأمر، وأن أي معارضة لابد أن تعرضك إلى المحاكمة العسكرية. يعني حتى في الحرب العالمية الثانية دخلت فرنسا الحرب، وكان في حاجة اسمها حرب الخنادق، خسرت فرنسا المئات والآلاف من الجنود في هذه المعركة. الجنود تذمروا وذهبوا يقولوا عايزين نغير التكنيك، فكان مفترض يعني العقل البسيط المدني يقول لك شوف الخطه 2 الخطه 3، لكن كان القرار هو تحويل كل هؤلاء الجنود الى محاكمه عسكريه. هذا العقل الذي يرى ان المخالف ان المعارضه خيانه ومخالفه للاوامر يقول لك بيكسر الامن العسكري. هذه الضوابط جيده جدا في اداره الحاله العسكريه في داخل السكنات وفي داخل المعسكرات، لكن انتقال هذه السيكولوجيه النفسيه التي ترى ان المخالف خائن ومخالف ان الخائن ان المعارض مخالف تنتقل الحاله المدنيه. عندك قوة إسلامية وأحزاب ليبرالية وعندك كنيسة مصرية وعندك الأزهر له رؤية والجماعة السلفية لها رؤية والجماعة الشرعية لها رؤية. هذا المزيك الموجود الإسكندرانية البدو أهل مطروح تنوع ضخم جدا في المجتمع، أكيد لهم آراء مختلفة، أكيد لهم مصالح مختلفة، عاوزين نفسية أخرى مختلفة تماما. فالتعاطي مع كل مخالف أنه خائن في إشكالية كبيرة جدا عندما يتعاطى العقل العسكري يعني الذي يعتبر أن المعارض في خيانة وفي خلاف في إطار الحالة المدنية. حالة مدنية مبنية على التدافع، مبنية على اختلاف المصالح، مبنية على المؤامات، مبنية على المخالفات، تحتاج إلى عقل متسع ومطاط يستوعب كل هذا التنوع الموجود. لكن إخضاع المجتمع المدني والدولة بحالها إلى العقلية العسكرية بهذا الشكل أكيد يسبب مشكلة أولا للعقلية العسكرية، ثم أيضا مشكلة للمجتمع والدولة، ولا يدفع في اتجاه المستقبل واستقرار المجتمع.